بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صالح سلطان من سلطيميديا. اليوم راح نكمل دروسنا مع الإديتن بواسطة بريمير، أو تحرير الفيديوهات بواسطة بريمير. اليوم راح نتعمق، هذه من نتيجة الدروس اللي فاتت. اليوم راح نتعمق في موضوع الإديتن. راح نستخدم عن أداتين مفيدة جدا، اللي هي سليب تول والسلايد تول، اللي هي الأداتين، أداة السليب وأداة السلايد. مثلا أداة ناخذ أول حاجة الأداة هذه اللي هي سليب تول. ما الفائدة تاعتها؟ مثلا نقول هذا الفيديو يبدأ من هنا وينتهي هنا، لكن التايم لاين كله حوالي 14 فريم، 14 ثانية و12 فريم. إذا حبيت يعني أقصر وأطلع منه زي ما تعلمنا في الحلقة الفاتت، راح يغير لي الوقت هنا. يعني وإذا أنت مثلا حطيت مثلا يعني إفكتس، يعني إفكتس على الفيديوهات، وبعدين حطيت تايتلز اللي هي عناوين وكذا، ليس من السهول إنك تحرك. يعني إذا حركت حاجة كله راح يتحرك معك وراح يلخبط لك الموضوع في التايم لاين. ففي هذه هون لما تجيب أداة السليب، السليب إنك مثلا تأخذ مثلا الكليب هذا، وإذا حركته على الشمال هكذا، نلاحظ إنه طلع لنا أربع شاشات في البروجرام مين. الأربع شاشات هذه، الشاشة الفوق الصغيرة اللي على الشمال هذا آخر صورة من الكليب اللي على الشمال، واللي على اليمين هي أول صورة من الكليب اللي على اليمين، والموضوع اللي في النص اللي هو الكليب اللي احنا قاعدين نغير فيه. مثلا إذا عملنا له سليب حوالي زي 20 فريم وسبناه، نلاحظ إنه الكليب راح يبدأ. أول حاجة نروح على التايم لاين ونلاحظ إنه نفس ال 14 ثانية و12 فريم، لكن هنا البداية شوية اختلفت في ال والنهاية اختلفت في ال الكليب اللي نغيره. مثلا نروح على أول فريم هكذا، المرة هذه نغيره بطريقة ملحوظة بالسليب تول، نشيل هذه ونغيرها كاملة هكذا. نعم اوكي. طيب نلاحظ ان الفريم بدأ من المنطقة هذه. نعم، فالمنطقة هذه اني ابدأ منها شوية ما عجبتنيش، فارجعه الى، حبيت تكون البداية من هذه النقطة. نعم شوية بعيدين، وتنتهي هنا، يعني في انه طير في كبد السماء يعني. ممتاز، هذه السليب تول. طيب السلايد هي حاجة تانية. السلايد هو راح ياخذ لك الكليب هذا وياخذ الكليب كما هو، مش راح يغير المادة اللي في داخله، مش راح يعمل لك سليب للمادة اللي في داخله، راح ياخذ لك هذا الكليب نفسه ويجره الى يمين او شمال، وبذلك راح ياكل لك من المادة اللي هي على اليمين او شمال. مثلا اخذنا الكليب هذا، نعم، وجريناه على الشمال الان هكذا، لاحظ انه اكل من الكليب بتاع الطيور. نعم، وإذا أخذنا رجعنا إلى الخلف هكذا، لاحظ إنه أكل من الكليب اللي قبلي، لكن زاد في الكليب بتاع الطيور. نلاحظ إنه الطيور كانت بادية من هنا، الآن بدأت لأنه زاد في الكليب هنا. نعم، اللي هي يعني تقريبا كيل اللي هي ال عفوا ريبل إديت. طيب ماشي، كيف نستخدم السليب والسلايد بطريقة مفيدة؟ مثلا خلينا في
السليب سلايد الآن، فحبينا هذه بتاع الدك نشيلها نحطها على اليمين قليلا، لم يعني ما تشالت ليش لأنه ناخذ التون نفسه نشيل هذه نعملها سلايد على اليمين هكذا، نلاحظ انه اكلت من كليب اللي على اليمين وزادت في الكليب اللي على الشمال، لكن مساحة هذه الكليب ما زالت هي لم تتغير. لكن سليب كما قلت لكم انه مثلا هذا الفيديو بدأ من هنا، انا حبيت يبدأ شوية من اول ما الكاميرا تحركت على اليمين، فنروح إلى هنا. إذا حبيت أغير المادة اللي في داخله، فنختار في هذه الحالة Slip Tool ونختار الفيديو نفسه وندزه على اليمين هكذا، نلاحظ إنه في الشاشة اللي على الشمال هذه نلاحظ إنه الفريمات قاعدين نغير الدخول، هو أول فريمات تدخل من المنظر هذا. هذا هو السليب والسلايد 2. طيب نعمل سيف. حاجة تانية، مثلا إذا حبيت مثلا أحط مادة هنا، مادة هنا، هذا يتعلق بالإيديت نفسه في نفس التراك، في نفس التراك. تذكروا أن عملنا in و out هنا بال I وال O، هذه ممكن برضه نعملها in و out، نحط I هنا هكذا، ندوس shift حتى نطلع على الإيديت بوينت هذه، نحط out. أنا حددت المنطقة هذه من هنا إلى هنا، هذه المنطقة نلاحظ إنه حصل لها هايلايت. والتارجت على الفيديو واحد والاوديو واحد، في ان اي واحد. حبيت نحط لها فيديو مثلا ليك بان، لا ليك بان، ليك واكن هذه. طيب المادة هذه نقول عليها طويلة، مثلا طويلة هذه المادة كلها 41 ثانية وتسع فريمات، لكن المنطقة هذه ليست واحد يعني اللي هي ثانيتين وخمس فريمات. فكيف أنا حبيت إن يعني نحط هذه في الداخل هنا، في الحالة هذه نحط طبعا الـ overlay حتى لا الـ insert edit حتى يزيد لي في الميديا نفسه، ينزل هنا في النص يقص لي إياها، عفوا في المنطقة هذه ينزل عليها ويدز الميديا اللي على الشمال. طيب نجرب ال insert edit، نحط الفاصلة هكذا يطلع لك خيارات. الخيار the source is longer than the destination، يقول لك الكليب اللي في source monitor أطول من المكان اللي راح نحطه فيه. فشو حبيت انت الخيارات اللي عندك؟ مثلا change clip speed fit to fill، معناته انه يغير لي السرعة هذه، يغير لي السرعة تاع الكليب هذا، وفي الحالة هذه راح يسرعه، راح يخليه أسرع، وعلى أساس انه يعبي المنطقة هذه نحط اوكي في الحالة هذه. ونلاحظ إذا حطينا اوكي، إذا حطينا بلاي، لاحظ انه هيكون سرعة كبيرة هكذا، وهذا احنا لا يفيدنا. فنحط مرة تانية الإيديت هنا، بعدين يقول لك هون trim head left left slide trim head، معناته انه راح يقطع لك، راح هذه راح يسيبها زي ما هي، وراح يقطع من المكان هنا مثلا هذا ثانيتين، من النقطة هذه راح يدور لك عليه ثانيتين ويقطع لك اياه من هنا ويحط لك اياه. هذه trim trim tail يقطع لك الديل، هذا يقطع لك الديل ويبدأ لك من هنا اللي هي برضه ثانيتين. ويقول لك هون ignore sequence in point ignore sequence out point، معناته انه يعني
يهمش لك، يحط هذه يعني يلغي لك، يلغي لك الان بوينت هنا ويعبي لك المنطقة هذه كلها بالفيديو هذا. لكن انا حبيت احط تريم هيد، تريم هيد ليفت سايد، حط هذه نشوف شو راح يحصل هنا. لاحظوا انه هذا طويل يعني 41 ثانية، حبيت فقط اخر ثانيتين، حط اوكي. طبعا هنا حط لي اخر ثانيتين، نعم. وهذه طريقة تانية من التحرير الإيديت. هذه المفروض يعني قلت لكم إياها في الحلقات اللي فاتت، لكن يعني فاتتني. طيب وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، كان معاكم صالح سلطان من صوت ميديا. إذا حبيتوا تتابعوني على تويتر تلاقوني على صوت ميديا تويتر، أو صوت ميديا فيسبوك، أو صوت ميديا يوتيوب، أو تبعتوا لي إيميل على saltmedia@gmail.com. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.